أذهب الآن إلى نيويورك مع السيدة إيرينا تسوكرمان الباحثة المتخصصة في الشؤون الدولية. سيدة إيرينا، مرحبا بحضرتك من جديد. إلى أي مدى أثرت المناظرة بين ترامب وبايدن على حظوظ الأخير لدى الناخب الأمريكي بعد كل ما دار أو يعني أعلن عقب هذه المناظرة؟ طيب، لا أسمع إن كنت تسمعينني أم لا. سيدة إيرينا، إن كنت تسمعينني أسألك عن نتائج هذه المناظرة التي أثرت بدرجة كبيرة على حظوظ جو بايدن في أو لدى الناخب الأمريكي، ما رأيك؟ إن هذه المناظرة أدت إلى كارثة كبيرة للحزب الديمقراطي، وأدت إلى كارثة أيضا بشكل كبير على حظوظ الرئيس جو بايدن. وأيضا أصبح هناك الكثير من الانقسامات، وهناك الكثير من النقاش الحاد فيما يتعلق باستمرار بايدن في هذه السباق الرئاسي، ولكن تم بعض المفاوضات بشأن عدد من الأمور فيما يتعلق باستمراره في هذا السباق الرئاسي. ولكن هناك تنافس كبير بسبب هذا ما شهدناه في الفترة الأخيرة، وأيضا وما رأيناه من اتخاذ من إجراءات تنفيذية من عدد من الجهات المعنية، وهي أمور غير مسبوقة في التاريخ. لا يوجد أي قرار واضح حتى الآن، ولكن هناك جهود من أجل أن يتم تهدئة الوضع، وكان الأداء واضحا تماما أن هناك أداء ضعيف من جانب جو بايدن. ولكن هناك استمرار لكثير من الأقاويل بشأن عدم قدرته في الاستمرار في الحملة الانتخابية. وعليه أن كان عليه أن يظهر بمظهر أفضل من ذلك.